فرصة نادرة للتجمع واللعب والسباحة والتدليك والاستمتاع حظي بها مجموعة من الكلاب في مهرجان في بيروت، حيث استمتع مربو الكلاب وكلابهم بيوم مميز أتاح لهم تكوين صداقات جديدة. وفستيفال للعالم اللي بتحب الكلاب وللكلاب، هن نهارين سبت واحد عم نخلي الكلاب يعيشوا فيهم اكسبيرينسز مش قاطع عليهم قبل، عم نسبحهم، عم نعمل لهم مساجات، عم نخليهم يجتمعوا مع كلاب ثانيين بمحل اخضر كبير، ويكون عندهم هيدي الانتراكشن اللي مش دائما بيصير لهم مجال انه يكونوا موجودين مع غير كلاب. المنظمون اشترطوا لدخول الكلاب الى المهرجان وجود الكتيب الخاص بالتطعيمات والتيقن من الحالة الصحية للكلب وعدم عدوانيته في اختبار تقييم سريع يجريه محترفون على بوابة دخول المهرجان. اول شيء I love the event لانه في كثير كلاب والدوغ لافرز وهيك، ولانه ايفنت جديد يعني مش شايفه انا هيك شيء بلبنان، ولانه حابه انه كلبي تتعرف على غير كلاب مثلها. انا جيت لهون لحتى يلعب كلبي ويتسلى، لانه انا كل وقت بالشغل سو ما عندي كثير وقت له لمشي ولعبه، سو اليوم كان فرصه لعوضه عن كل هالوقت اللي انا بكون فيه بالشغل هو بكون ناطرني بالبيت. واختتم المهرجان باختيار اجمل كلب في مسابقه شارك فيها كل الكلاب الذين حضروا المهرجان الذي يستمر ليومين، ويقول المشاركون فيه انهم ياملون ان يتكرر بشكل سنوي مع اضافه انشطه جديده تتيح لهم ولكلابهم المزيد من الترفيه والنشاط.